مبروك المصنع يا سيد كمال. الله يبارك فيك. صحيح سيد كمال، ان شاء الله الف مبروك. الله يسلمك. عقبال ان شاء الله معمل الغزل. الله يخليك. الله يسلمك. مبروك يا سيد كمال. يبارك فيك. مبروك يا جماعه. الله يبارك فيك. هذا كله بجهود محسن. ها، الله يعطيك العافيه يا محسن، برافو عليك. الله يسلمكم يا جماعه. يا الله يهدي هالحالة حتى المصنع يشتغل بكامل طاقته. إن شاء الله إن شاء الله. الله يوفقك. آمين يا رب. آمين. آه يا شيخ بكري. يا حلو يا مسلي. حسين طلع حبضاي تمام. الله يخلي لك يا. الله يسلمك. هذا كله بجهودك يا سيد كمال، انت اللي رجعت له عقله لراسه. الله يحفظك. بس انا مبسوط منه كتير كتير. الحمد لله الحمد لله. ابو حسين تفضل. ايش سمعت؟ قال اجوا يخطبوا بنتك زينه لابنه للحاج عبد القادر. اي نعم. ايش قلت له؟ سألته للشيخ أدري. إيش قال لك؟ قال لي أعطيه أعطيه ولا تخاف. هو هيك قال لك؟ إيه نعم. أوعك تعطيها، هذا ولد صايع وعدواني وما له مستقبل. بس قالوا لي بده يدرس محاماة. محاماة؟ هذا خرجوا يدرس بيطرة. بس هذا فيه لابني محسن. ايه محسن ما هو موافق. هو قال لي. هو قال لك؟ ايه. سألته شيء؟ لا لسه ما سألته. ايه ابقى اسأله. يا ابو محسن
انت ليش مستعجل على البنت؟ استنى شوي، بكره بيجيها شاب من اولاد التجار الاكابر المقتدرين بيقدر يصرف عليها. لك هذا احمد لساته طالع بالبيضه جديد، بعدين ابوه ما معه ياكل ويشرب. يعني انت بدك تصرف عليها وعلى جوزها؟ مش بك ابو حسين؟ بعدين وين بدي سكنها؟ بيت اهله؟ هن الموسعاني بالبيت؟ صحيح ابو محسن، ابنتك جوهره، ايش بدك تكبها كب؟ اعوذ بالله.